دقيقة دقيقة ولا هذا اللي رايح بيروت؟ تكلمني؟ لا أكلم جدتي. أيوة أكلمك يا واد عامر. أنت قبل 3 أيام قلت بروح بيروت، ما هرجع إلا بعد شهر. أخوي شكلك مشبه أنت يا واد عامر من الاستهبال. لو سمحت احترم نفسك لأبلغ الشرطة. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. يا ابن الحلال تأكد، أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر وراي أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكبر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش، ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو بأنت وقايل لنا إنك عرفت بيته؟ أيوه. خلاص عيال قول البيت. يلا. هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد. بس ارسل ايميل للشركه وبلغيهم انه موافق على موعد الاجتماع. سمت على عمرك. عامر راكب في هالسياره وعنده سواق. الا قسم بالله انه عامر. قلت لكم الحقوا الحقوا. وش يبون ذولا؟ اسرع. اسرع. اقول لك امش. ابشر. امشي بسرعة. أبشر. لا توقف لا توقف. ابشر ابشر. عامر يا ابن الحلال اكفني شرك، وش تبي انت؟ وقف مجنون انت، بكلمك شوي. وقف. افتح افتح اخس يا عامر، فلوس عمتك. على ايش شايف نفسك؟ وراك مسك وتحت، لا تقول لك ما تعرف انا ولد عمك. افتح. ما فيه إلا تفسير واحد يا عيال، في عصابة خاطفته ومهددينه ما يقول أي شيء عن شخصيته. طيب وليش؟ يمكن يبونه ينفذ أشياء ضد القانون. لا لا لا، وش الحادث ذا؟ وين احنا أبو احنا وين عايشين بو؟ أنا أقول إنه فاقد من الذاكرة. إي والله إنك جبتها، عامر فاقد الذاكرة وهو بنفسه يعتقد إنه شخص ثاني. هذا فيلم يا ابن الحلال. عضلك على شحمه أنت وسكت، بعدين تعال يدبش أنت وياه. كيف فاقد الذاكرة وعنده ذا السيارة وذا القصر؟ صدقوني ما راح نفهم إلا إذا جبنا عامر هنا. ألو. أيوة ياسر يا أبويا، ما في أمل يجيكم لا بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة. لو روحنا نتعشى في الدمام يمكن أسرع. ياهو أنتوا مرة ملزمين؟ طيب طيب يلا يلا سري لك. هلو هلو ارعب. حيو حيو. هلا هلا كيفك؟ مجودي مجودي مين يا ابو؟
في حركات هذه قديمه. ارجع ارجع ورا ارجع ارجع ورا. وش ذا يا عيال؟ وش ذا الطعم اللي يدوخ؟ قايل لكم انه يستاهل هالزحمه. ما ادري شو يحطون ذا الخلطه يا اخي، عجيبه. المره الجايه واحد منكم يصف الطابور. انا بصف في الطابور كل يوم، بس تعشوني على حسابكم. وش تتوقعون حاطين في الخلطه؟ هيل؟ لا انا اتوقع زنجبيل. تحدي من ذبيحه قدام شاهدين عيال. اقول لا تزعجونا، روحوا عندهم واسالوا مديرهم. تم تم. ومن بيعوضني في 25,000 وذهبي اللي سرقته واجهزه عيالي؟ من بيعوضني عنهم؟ اي عوضت الله. المهم البلاغ وبلغنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اخ اخ بس لو اني اصيدها بيديني. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ها بشر، عسى لقيتوها. وين القاها يمه؟ قطوه هي من حاشه فخر الشارع. كيف حالي يا مدير كبير؟ الحمد لله. شوف حبيبي، انا يعطي انت 50 ريال، بس يبغى واحد معلومه. ايش ابغى؟ انت ايش ركب خلطه جوا شاورما؟ هيل ولا زنجبيل؟ انا في اعطيهم طعم. 500 ريال. انت روح برا، ما في سبب كرقه زياده. روح روح روح. ما في فكر. الموضوع فيه سر يا عيال. أجل يقول لنا بعطيكم 500 ريال بس اقلبوا وجيهكم عني. عامر كنسل التحدي. تبغى تنسحب؟ ما في يا حبيبي. يا عيال خلوا الموضوع علي. كيف؟ انا اقول لك الحين مالها الا عبد المنان، هو منهم وفيهم ويجيب لنا العلم. والله جبتها يا عامر. عبد المنان، شوف صديق، ابغى انت يروح جوا عند مدير كبير، سوي قرقر، سوي حب زياده، يبغى مره مره انت سوا سوا هو. ايوه شوف كيف طريقه. انت معلوم خلطه شاورما. ليش؟ عشان افتح مطعم كبير، بعدين انت تصير مدير كبير، بعدين سوي شاورما احسن من هذا. ما شاء الله تبارك الله. 2 ساعه انا في روح سوي صداقه، سوي قرقر، بعدين معلوم كله انفورميشن. كافو يا الانفورميشن. يجي عبد المنان. عجيب، ما تقولي وش بأخر كل هالحزة؟ أشكرك يبا، وهذا أندل يدل على حرصك على أبنائك وتربيتك السليمة لهم. تصبح على خير. تعال، ما جاوبتني. وش هي اللي مؤخرك لها الحزة؟ بعض العادات السيئة هي اللي أخرتني. وش هي العادات السيئة؟ يوم جيت أبجي للبيت ألع شجاع، استحيت من العيال يأكلون لحالهم وأنا أمشي، قمت أكلت. ومعك كرن، ما همك؟ أبلش، مدام كذا أبقول الصدق. عجيب والله، كل هذا يصير في بيتك أبو عبيد وانت نايم؟ والله أن يصلك الخبر الحالي. أبو عبيد أبو عبيد أبو عبيد، ايش عندك؟ خير خير، وش عندك من مصيبة؟ والله هالمصايب ما تطلع من هالبيت. يا أخوي انت ما تنام، انت بك جن طايرن بك. ما عندك سفلة ولا تسوى بصلاة. أنا عن نبري ضميري لازم أقول لك، ترى شغالتك أنا شايفها تطلع من عند السواق. طيب وش فيها؟ عجيب وش فيها؟ والله أكبر، ما تخجل أنت، وش ملاكت؟ أبي وجهك دم، ما تستحي من اللي حواليك. الظاهر أنك أنت موسوس ونيتك شينة، هذا السواق جايبه هو زوجته. طيب وين ما تفتح لهم باب من داخل السوق؟ علشان الجيران ما يشكون فيهم. أي خدمات يا حبيبي؟ أقول أبو عامر توكل توكل توكل، لا تجيب لك الشرطة. توكل. سو خير يكشر. We'll be right back.
اسمع يا ابو صالح. اسلم. اذا ولد عامر ما فكنا من شره خلوا علي. يا ابن الحلال هذا راسه يابس، واذا ما عدلناه ترى بيتمادى وبيننا وبين الشرطه. يا ابن الحلال انا قايل لك ادوى وعندي. كفو.